بنات اللي طبعا بيروحوا للكوافير طبعا الادوات بتاعه الباديكير والحاجات الحقنات الحاده دي، في ناس بتجيلها عدوى من كتير جدا الحاجات دي. كتير جدا. فاحنا برضو عايزين نبقى ناخد بالنا، عشان ساعات في اماكن يقول لك لا ده انا بطهر الحاجه. انا افضل ان انت تاخدي حاجاتك معاكي، لان دي بتبقى خطر قوي برضو. لو في ناس تقول لك انا جالي بعد الباديكير جالي حساسيه او حاسه بهرش في ايدي، ده بيبقى من ايه بقى؟ بص حضرتك، الباديكير اللي بتعمل بره بيعمل الثلاث امراض اللي انا قلتهم، الاصابات الفطريه والاصابات الفيروسيه والاصابات البكتيريه. تمام. ليه؟ لان اذا كانت الادوات ملوثه يبقى ده خلاص حصل 100%. احيانا للاسف ممكن تبقى الادوات بتاعتي انا، لكن البنت اللي بتعمل الكلام ده مش لابسه جوانتي، فممكن هي الوافره نفسها فيها مشكله، او ممكن تكون عامله لحد عنده مشكله وما طهرتش. بالظبط. يعني انا مش من الناس المتحمسين قوي لموضوع ان الواحد يعمل باديكير بره البيت ده. يعني لما لو ادواتي بعملها في البيت، مش بس كده وانا في البيت كمان. دايما بقول للناس القصافه بتاعت الضوافر بتاعتي ما حدش يستعملها تاني في البيت. يا ريت يبقى عندنا ثقافه يا جماعه، الادوات الشخصيه ما حدش يستعملها لو سمح يعني دي، ونعلم الاطفال، لان دي بتبقى حاجه عشوائيه جدا ومضرة جدا. انا بشوف ناس يعني مقص مكان بعض، فرش الشعر مكان بعض، مشت، مش عارف مشت مكان كل بعض، كل دي محدش يستعملها في بيتنا. ما ينفعش خالص، يعني ما ينفعش اتنين يستعملوها حتى لو اتنين اخوات. اصل مش عيب ان انا يكون انا عندي حاجة مرض في العيلة، ممكن يعني ممكن انا كنت بحلق شعري وجا حاجة جات لي ما عندي حلاقة، فلو اخواتي بيستعملوها هنقلها لهم. بالظبط. فالادوات الشخصية دي يجب ان بصي، وحتى الملابس الشخصية، الملابس كمان يعني برضو بنقول يعني بلاش اخواتي يلبسوا من بعض، دي صعبه شويه زي التانية بس بتنقل حاجات. التانية اللي بتيجي في الجسم دي ممكن تنقل عن طريق اللبس. صحيح فعلا. طيب جرجر.